بعد 15 جولة تصويت، تمكن النائب عن ولاية كاليفورنيا كيفن ميكارثي من الفوز بمنصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي، خطوة أنهت الجدل والتجاذبات التي استمرت عدة أيام بسبب الخلافات بين الأعضاء الجمهوريين. وتمكن ميكارثي من إقناع أكثر من 10 من المحافظين الرافضين له ليصبحوا من مؤيديه، بما في ذلك رئيس تجمع الحرية في المجلس والذي كان قريبا من الفوز بالمنصب. وشهد جلسة التصويت توترا ومشادات بين النواب الجمهوريين، وفي أول كلمة له تعهد ميكارثي بالعمل لصالح الأمريكيين والدفاع عنهم أمام سياسة إدارة الرئيس جو بايدن. What we do here today. اليوم بدأنا العمل الجاد. في الأيام والشهور والسنوات القادمة سنتحمل كامل مسؤولياتنا تجاه الأمريكيين والولايات المتحدة. نظامنا مبني على تحقيق التوازنات، ولقد حان الوقت للتدقيق وتحقيق التوازن بالنسبة لسياسة الرئاسة. الرئيس جو بايدن سارع من جانبه إلى تهنئة ميكارثي ودعاه إلى الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين حسب تعبيره، وأبدى بايدن استعداده للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكناً. رئيس مجلس النواب يعد ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، وسيطر الجمهوريون في الانتخابات الأخيرة على مجلس النواب لكن بأغلبية ضئيلة أمام الحزب الديمقراطي، لكن هذه الأغلبية ستمكنهم من معارضة برامج الرئيس خلال العامين المقبلين، أمر سيعني أن بايدن سيواجه صعوبات في تمرير مشاريعه وقراراته في الكونغرس، رغم أن حزبه الديمقراطي ما زال صاحب الأغلبية في مجلس الشيوخ.